لامع دخل عالمه من الباب العريض ليحقق العدالة في عالم لم يعد البعض يؤمن بأن هناك قانون وعدالة، لكن هذا البعض يجب عليه أن يؤمن بأن هناك محامون قادرون على صنع القرار وتحقيق العدالة وإحقاق الحق، ليبرهنوا أن العدالة بوجودهم ليست حقيقة ضائعة، وإنهم مصرون على مقولة العدالة ما مات حق وراءه مطالب. أعزائي المشاهدين، أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامج همزة وصل عبر محطة الأو تي في الفضائية اللبنانية، لنستضيف وإياكم في برنامجنا الحواري لهذه الليلة بالمحامي اللامع الذي ارتبط اسمه بعمل الرحمة، إنه رئيس حزب التضامن المحامي إيميل رحمة. فأهلاً ومرحباً بك سيدي في برنامجنا همزة وصل. أهلاً فيك، أهلاً وسهلاً فيك سيدي. أنت كمحامي لامع في مجالك والمتفوق على البعض في عملك، كونك معروف في الوطن العربي على صعيد المنطقة العربية إن صح القول، منذ فترة إطلالاتك الإعلامية أصبحت تحتل مكان المحاور أو مقدم البرامج، هل تخليت عن عملك كمحامي لامع سيدي؟ أولا المحاماة، يعني القانون هو التوأم لعلم السياسة. نعم. علم القانون هو التوأم لعلم السياسة، هو أقرب العلوم. نعم. هو أقرب العلوم لعلم السياسة. نعم. وإذا نظرت نظرة شاملة على العالم ترى أن المحامين هم أهم الشخصيات الذين أداروا شؤون بلادهم. نعم. من رؤساء ووزراء خارجية، يعني ما دخل هذا سيري في الإطلالات الإعلامية في الأسبوع الماضي؟ كيف ما أبرم المحطات، كل المحطات اللي ما شاء الله عليك كنت موجود على في نفس الوقت، إما شيء بلاي باك مسجل إما شيء مباشر. خمس محطات موجود عليهم إيميل رحمة، لماذا؟ ألا يوجد سياسيون آخرون في أول شيء بنفس الوقت؟ مش صعب، لأنه أنا ما فيني روعة مطرحين، ما فيني روعة مطرحين بوقت واحد. هذا مرايته في أم العين. لا، أم العين عم بتشوفه على التلفزيون، أما لا بأوقات مختلفة. أنا بقول لك طلعت أربع مرات على المنار نهار الأربعاء، على الأو تي في نهار الخميس الماضي. نعم. على المنار الجمعة، عن يو تي في بالليل الجمعة. نعم. اتصل فيه، اتصلوا فيه، أنا مطلوب ولا أرفض. مثل أنت هلا، أنا هلا عندي اجتماع كان مع دولة الرئيس الحص. نعم. واعتذرت منه، هو وافق على الاعتذار لأقعد أنا وياك. شكرا. لكن لذلك أنا جد أعتبر من الشخصيات السياسية الكريمة مع الإعلام، يعني أنا لا أصد الإعلاميين وخصوصي بالأزمات. طالما أنت يعني أنا أحتجب بالأيام الهادئة وأقدم بالأيام اللي فيها أزمة. أنا بعد بحالي أنت رمز وجود الحرب على الشاشات سيدي في وقت الحرب. إيه في وقت الحرب، بس بحكي ضد الحرب. أنا ماني عسكري، لم أنا ما رأيت حرب على لبنان ولم أتعسكر. لنتكلم بشفافية أكثر سيدي. إذا العالم أصبح كلما يرى إيميل رحمة على التلفزيون يقول بأن إن كان لا يسمع أخبار يقول أن هناك حربا في الشارع. لا يا زلمة، ليش عم تعمل معي؟ أعوذ بالله. تقول أنك أنت قلت أنك سيدي أنت تشلمت أنك تظهر على الشاشات في وقت الحرب، في وقت الأزمات، لكي أهدئ من روع اللبنانيين. أنا خطابي ولا مرة زعج الخصم حتى. نعم، لكن هل سمعتني مرة واحدة بارك الله فيك تجنيت على أحد أو كابرت على أحد أو شتمت أحد؟ لا لا لا. فإذا أنا بالأزمات عامل تهدئة في لبنان، وعامل وأنا أعطي الحق لخصمي إذا كان صاحب حق. لكن عندي قدرة إعطاء الحق لخصمي. لكن بلحظة سيدي، هل أنت بوارد أيضا البقاء على شاشات التلفزة؟ اللي بلاقيه مناسب بعمله، ممكن لازم. يعني أنا فريقي اللي أنا أحد شخصياته كان
بمهمة ما. نعم. يجب تسليط الضوء على حسنات الأمور، ويجب الرد على التجني والافتراء. إن إحدى الصحف العربية سيدي. نعم. كانت قد نشرت مقالا بتاريخ 8/4/2008 تحت عنوان ارحمنا يا إمير الرحمة. والله مش قارية إيه. اللي تضيف الصحيفة بأن المحامي اللامع إمير الرحمة تخلى عن عمله كمحامي ليتفرغ إلى المقابلات التلفزيونية المعارضة. دعني أذكر أن الصحيفة هي صحيفة موالية. ليتفرغ إلى المقابلات التلفزيونية المعارضة، كون أن ازدياد الطلب عليه للمقابلات والحوارات السياسية أصبح كثيرا. لتختم الصحيفة بأن المحامي المذكور رأى بأن إطلالاته الإعلامية تعود عليه بأرباح لا بأس بها أكثر من كونه محامي، سيما أنه لم يعد لديه قضايا ليعمل عليها. ما هو باقتضاب واختصار شديد سيدي، ما هو تعليقك على هذا الخبر؟ وهذا خبر قد رأيته بأم العين أثناء تحضيري لهذه المقابلة. لماذا تترك المحاماة وتقطع الإعلام وأنت لست بإعلاميا سيدي؟ لماذا؟ لا تعليق يعني. لا 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 لا، لكن شو مهتمين؟ المواقع الإلكترونية ذكر خبرا أيضا موثوقا ومفاده بأن محاميا وقطبا من أقطاب المعارضة، اسمع جيدا يا راجل اسمع جيدا، اجتمع بأحد أقطاب المولات على يخت هذا الأخير في المياه الإقليمية اللبنانية. لا لا لا، لا تستخف في السؤال، اعذرني، لإعطائهم معلومات عن توجهات وخطوات تصعيدية التي سوف تتخذها المعارضة للمرحلة المقبلة. هذا قبل هذه الأشياء التي حدثت، مقابل شيء ما. من المعروف عنك أنك لا تعطي هباء، دون مقابل. يعود واذكر الموقع اسم المحامي إمير الرحمة ليختم الموقع على الخبر بمقولة: خذوا أسرارهم من صغارهم. ما هو تعليقكم على مثل هذا الخبر سيدي بكل مصداقية وشفافية، إن كان لديك مصداقية وشفافية فعلا تفضل أجيب ودافع عن نفسك. ما بدي دافع عن نفسي، أنا ما بي أنا يختمن سيدي وبروحش ليخوتي، أنا بعرفش ليخوتي مين حكي هذا يا سيدي. قلت أرجوك، تعبت جدا وأنا أحضر لهذه المقابلة. تقبرني، رحت حضرت بالمكان الخطأ، رأيتك سألتنا مع مين عم تحكي أنت؟ أنت عم تحكي مع إنسان لغفة لم يتعاطى بثروات، لا يتقاضى أتعاب من الناس. أنا ما بشتغل إلا بالمقابل، أنا لو بشتغل بالمقابل رحت دبرت شماء على النيابة. أنت جاي تسأل إمير رحمي اللي مرق على لبنان، أنت تتهجم علي. السلطة القضائية تعرف من هو إمير رحمي والعالم كله تعرف. يروحوا يتشكوا. لماذا تتهجم علي سيدي؟ ما بدي هالأسئلة، ما بدي أتعاطى، ما بدي. يا سيدي يجب أن تجيب هذا الحوار. يا سيدي اسمح لي أرجوك، بدأت من البداية، كان يجب أن تطلع على ما فهو الحديث. ليش ما قلت لي؟ يا سيدي هذا شأنك. أنا بتعاطى سياسي، شو عم تحكي لي أنت؟ قضايا أمنية ومالية وأنا بتعاطى سياسي. يا سيدي هذا أرجوك سيدي، أنت تتهجم علي بقسوة. لماذا سيدي؟ ما تسألني هيك أسئلة، سألني سياسي. هل هذه عقلية المعارضة سيدي؟ إيه إيه، سألني سياسي. تحكمون العالم من الناحية الثانية؟ أنا إنسان بتعاطى سياسي، أنا ما بتعاطى بالأمنيات وبها والخزعبلات وخصوص رايح مدور. كيف هذا الحوار مفتوش وجاب الغير مع انه منقوش؟ والله هذا المثل رتب عنا في 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 حواراتنا. اذا فينا نوقف خلص، بيأدي هلا دخل همزه وصل اللي حكيته خلص. سيدي سيدي شباب، او تي في او تي في سيدي ارجوكم. لا لا لا، اريد اجابه على هذا السؤال. ايه السكرتيره تروي شو بدك؟ اريد ان اختم، اريد ان اختم سيدي. شو هالحكي؟ لا سيدي لن اسمح بمقاطعه سيدي، لن اسمح بالمقاطعه. ما يطلع ابدا، أنا من يدير هذا الحوار ولن أسمح بالمقاطعة، أرجوك اعذرني. يا عمي يا أستاذ أنت شو بدك؟ وأنا مش رح جاوبك. يا سيدي لدينا مصداقية على صعيد أنا لو أسمح وبتحكيني بلغة الأمر. يا سيدي لدينا مصداقية على صعيد. لك أهلا وسهلا فيكم، خذ مكتبي خذ بيتي، نحن أهلا بربكم، بس شو بدك أنت؟ شو عم تحكي؟ شو عم تحكي أنت؟
رح يدوخني انا انسان مو جميل لي هذا مقلب مرتب على الاو تي في ما بدي طلعوني جيب لي فايف شرفكم ما بدي لا 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 لن اسمح لن اسمح لن اسمح لن اسمح اقولها لك بالفم الملآن الان يعني بهنيكم على البروجرام بدايه جيده انا كنت محضر حالي ما حدا يتصيدني من هول البروجرامات